مع الذكر المبجل واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعانيها تأمل في تفاصيل الحكاية. جاء بالذكر المنزل صدق تفسير الرواية بمعانيها تأمل في تفاصيل الحكاية. كيف تنساها وتغفل يوما ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. كيف تنساها وتغفل يوما ترجو العناية. أيها الغادي تمهل قبل أن تدنو النهاية. واستمع بالحق آية من غدير الخير منهج فيه تسمو كل غاية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وفدق أني شنية تمناد اسم آية في كتاب الله. آية دا أين كغه الله إننا رب سبحانه وتعالى إسلام مقعب نوويره. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا يا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. إلى رب سبحانه وتعالى سورة المائدة. الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي وركوة الله يا نبي رمي سؤال حبديننا سؤال حويديننا سؤال شاسو جوابتي هذا حدير لا إذن سيئو أدحمان إيسان تحمان إيسان يا يعني وحلقه وضع سؤال كيف يجب أن هاي سؤال علمي كساليسا سؤال التعلم لكن محال الله أقول هاي سؤال التعنت سؤال ما لا يعني سؤال ما ركتي جهدي سؤال ذنبي سؤال إسكادة وحاس لما أقول سؤال وحال الله هاي كري أو كساليسا علمي كساليسا حق كساليسا وانا كساليسا سؤال شاب سأل أقول يهي. مركب ربي سبحانه وتعالى وحوليه يعني والسؤال شبضاً إسكدائية إسكدائية سؤال شبضاً إسكدافة سؤال شاسو الله قي يا أبو هدي اللي إذين جوابه إن آد حماتان وتك حماتان مثلاً تسأل أهان نبا ويدي النبي عليه الصلاة والسلام آبها آوي وحكول آبها نارتو كجرا آبها واكه نين كلا لقي يا وان الغوت المعمر مركب واحداً أدو غيبيات كما تقاني إن ترى غيبان كور رما يادون ولقى يا الله هذا قذات كأجل حتى كور قبين وأن جيت كان كور قبين وأن قذا دور كأجل كور قبين حتى وحكوا لي سيد وجا منا كور قبين إن ترى آخر يا دوما كسور كور رما يا صح ما الله سبحانه وتعالى وحنا وضنا يا وإن تسألوا هداد ويديسان النبي عليه الصلاة والسلام حلقون ولا سؤاشا هداد ويديسان حين ينزل القرآن يبدأ لكم قرآن كمرك ودقة يا داد سؤال ويديسان إلهي سبحانه وتعالى بك جوابه بل مرك يدمع سهيم بو قرآن كت جوابه إمسا قرآن كوار كيسا يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الخمر يسألونك عن المحيض يسألونك يسألون ويكويدين دونان تصوص عطور رب سبحانه وتعالى وكت جوابه سمعت لو سيدي بيا يسألونك عن ذو القرنين معنى سؤالهن أدلو أرديسان وأدب سندون تان مركي لا إدين بيامي القرآن كنا وحي بادقية النبي كنا مقرين دونه والنبي عليه الصلاة والسلام حق مقرين أيه فرتو إذا كسار دونا يا حد وتنتا شلاي دون تان هذا بس سؤالش توجيا سيد هذانا سؤالش تعنت كوكس أبس أنا جاب بتشو هذا ها سؤالش سكدرك أيه جهدك أيه امتحانك أيه لبعتوين كوكس أبس أنا يا عندي لغة شيء إلهي سبحانه وتعالى وحول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حدات إن كوان أوين وحويدية وحا أين أوين ويدية عدي كرنيسة إنت هم بلو قولي وحكا لبتر الله سبحانه وتعالى وحولي يا هاي عفى الله عنها الله إذن ما هاي استيب حتى دوربتان إلهي سبحانه وتعالى وحو كاقري سيسا والدم وكاقا قريبا مثل حالك كاقا قريبا أدي قدمت هذا جرتا
marka adigu haday adaa tiraahdo arina magaaday ahayd mar hore war arinta maxaa la iigu sheegi waay ayaa uni wax geyn jiray hawshaas markay dhacaysay ayaa tamaniso uun inaad wax uun ogaato maanta oo wax wara ma hadaysaa may waxa ma hayo haday ka tagi waydana haye bal hada wuxuu sheeg haye kulli wax wada haysaa hay maadeedey warkan faraha badan iyo su'aalahan aadeedey iska da hadii mid aad ka naxdo beerka lagaaga dhufta ka war ya way dhacdaa kana way dhacdaa haraasiyadiin in adu balaayo lama raaraadsado war lama raaraadsado soomaada garanay ya saadu leedahay waran hadii lagu dhaw war lagu sii war ma haysaa tana dhacday oo tana dhacdo dhibaato lagu sheegay ka war ya ma mushkula marka lama tamaniyo waxyaalaha noocaas oo kale lama raaraadsada iska ilaali qur'aankuna waxaa laga yaabaa inuu hadda maba degayo laakiin waxba kama u tegin maa faradnaa fil kitaabi min shay nin qur'aanka yaqaana oo diintii garanaya baad su'aal weydiisay hadduu kaaga jawaabo ku dhibaysaa fartu kaa saaray xukumkeedu farta kaa saaray adaana dhex taagan adaa dhex taagan tusaale ahaan waxaa tiri waxbaan ku dhacay zinaan ku dhacay maxaan sameeyaa wuxuu kuli waa in lagu dilaa awoodna waa leeyahay uu ku fuliya hawshii haddaad iska toobadkeen lahayd oo ilaahay kuu qariyey ceebtii ilaahay kuu qariyey soodu banaanka ma aan soo dhigin oo lagu diri maayo marka ya somaali marka adigu dhib wax lagu qariyey oo rabbi subxaanahu watacaala sabab uu kaaga qariyey ay jirto adigu ha raaraadsani allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay arrinta iyada ah cafa allaahu canha wallaahu kafuurun waxaad ku gaftaan wuu dhaafa xaliimun alla dulqaad badan weeyaanoo gafka iyo khaladaadka aada gelaysaan u dulqaad badan weeye marka rabbi subxaanahu watacaala xilmigiisa iyo kafaarnimadiisana ha ku kadsoomina soo ma aragtay walaa yaxiiqu rabbi subxaanahu watacaala walaa maxay ahayd walaa ya'manu makra allah ila alqowm alkaafiruun ilaahay subxaanahu watacaala makrigiisa cid kale ma aaminto isuma dhigato qolo gaalaa mooyaane marka rabbi subxaanahu watacaala adoo ka dhowrsanaya haddana su'aalahan tacanudka ah maanta oo dhan aada waddo taa ayaa ka jawaabahaya taana ayaa ka jawaabaya taana ayaa sheegay taana ma iga jawaabi kartaa ee dadka qaarkood xitaa ay cilmiga moodaan ee ay moodaan inuu su'aalo badan ku weydiiyo inay cilmi tahay uu moodo ama uu ka jawaabo marka arrinta iyada ah ya ha yacni waxaa ka mid a tusaale ahaan sheekhu tilmaamayaa xagga matalan tusaale ahaan riyooyinkao kale waxaanaan ku riyooday iga waran waxaanaan ku riyooday iga waran tanaan ku riyooday iga war warud waa ka warano haddii lagu yaado ka waran riyadan aada ku riyootay fasirkeedu waxa weeye beri baad dhibanaysaa ka war haddii lagu yaado ka war maad samaynaysaa beri ka waad dhahaysaa gobolku uma dhacay haddii lagu yaado ka war ma ooyin misood ordi haddii been weeyaane fasirkeedu saa maadaan waxba ka garanaynin ad maxaad ila soo doonatay ma meel la fadhiisati ya isku ogaaba riyo ha la sheego riyo waxaa la isku ogaa hadday fiican tahayna qof khaasa ood is leedahay waa naasix waa hadday fiican tahayba haddaadan kala garanayninna iyo hadday xun tahayna haba keeninba hadday xun tahay ood waxun ku riyootana go-a gadi candhuuf saddex jeer biixa utuf acuudu billahi min ashaydaan rajiim dheh cidnana ha u sheegin shuruuddaasay ba lahaydba maxaad ka doontay adigu usoo banaanka ula soo ordi ya maxaa kaaga dhex maqan xalaan riyoodo tanaan ku riyooda habeen oranaa tanaan ku riyooda habeen ka horeeya tanaan ku riyooda waxaa la yidhi sa haddaad ku riyooto maanta oo dhan wuxuu noocaas inaad la daba wareegto sax maaha ilaahay subxaanahu watacaala hainaga dhigo aayadaha qur'aanku waxa ay u sheegayaan kuwa dhaqanka ka dhigta ee ku qanca ee ku toosnaada si iimaankooda iyo caqligooda iyo diintooda iyo dunyadooduba ay u hagaagto subxaanaka allahuma rabbana bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk.